عليكم خوتنا المشاهدين. كيف ما شفنا سعاد خرجات اخيرا كتوضح على النسيب ديالهم وعلى العريس ديالهم بانها هي ما عندها حتى شي خطه مع داك السيد وما عندها حتى شي مؤامره بينها وبينه. قالت الا كانت شي خطه راه بينها الا كانت شي خطه دايرها راه دايرها بينه وبين العائله ديالها، هي ما عندها حتى صيله بيهم. كيف ما شفنا السيد راه حتى هو قال هاد الكلمه هذه في اللايف ديالو، قال بان سعاد ما بيني ما بينها والو، ولكن الناس بقات كتهمها وكتقول خطه ما خطه لعبه ما لعبه. كلشي ولا كيشك بان داك العريس داروا على حساب البوز باش كلشي يولي يقول بانه يسرى زعما مخاصمه مع امها وجاها الخطيب وكيفاش غادي يتصالحوا، وكلشي غيبقى متبع القصه بحال شي مسلسل. هي قالت انا كنت خارجه من هاد الشيء هذا، والحاجه الوحيده اللي كانت عارفه بان داك السيد باغي يتزوج بنتها وبغى يصالحها مع بنتها. وقالت بالنسبه ليهم هما الله اعلم، واقيله قالت داير بهم داير معاهم شي حاجه ديال الفلوس باش يشهروه، ومن بعد ما كاين لا زواج لا والو. ودابا قالت راه الا ما عطاوش فلوس غادي يبقى يهدد فيهم، حيت هو اصلا تيقول ليهم حتى لهنا وحبسات زعما كل واحد يمشي بحاله. بالنسبه للشهره هو بان لينا ما عندوش قناه دابا خدام عليها باش نقولوا غيتشهر بها، الا مشات بردات هاد الموجه هذه غادي تنسى. لو كان باغي يدير يخدم كان عليه دابا يدير قناه ويخدم بها ويطلع القناه، ولكن كما تنشوفوا هو كيطلع غير في اللايفات عند الناس. يعني كون باغي يطلع هو قناه كان يخدم بها في هاد اللحظه هذه، كلشي غيقلب على الفقيه الخطيب فين قناته فين قناته، وهذه هي الشهره غادي تجي. هو قال بانه كان بحال شي واحد مسطي مرفوع عليه القلم، بحال شي واحد قال هذوك الناس كانوا اللي طلبوها مني كنديرها ليهم، والناس قعدوا كيسولوه في اللايف ديالو قالوا لي واش كنتي كتصيفط الحروز والحجابات لهاد العائله هذه ولبنى. قال انا كنت كندير الحرازات كره درتهم راسي، يعني هو اصلا قال انا كنت ما عرفتش راسي اش وقع ليا، كنت مغيب كنت ما عارفش راسي من رجليا، حتى ولادي كنت ناسيهم ومراتي وكلشي ولا ناكرو، وباغي يتزوج وباغي ما عرفت اش يدير. ودابا عاد بدا كيرب اليقين، وسعاد بدورها راها وضحات هادشي في اللايف كامل، وهضرات حتى على لبنى بانها غادي دير بها واحد الشكايه، لان قالت كيف الاول ما كانتش غدير شكايه، قالت بانهم غيديروا البوز عليا كيف ما كانت العدوزه شحال هذه واحد المده. كانت كتقول كل نهار كتقول بانني مشيت للمحكمه، جيت من المحكمه مشيت درت شكايه جيت من شكايه، ولكن دابا قالت ما بغاش دير نفس السيناريو باش ما يطلعوش قناه عليها، ولكن الاخ ديالها هو اللي حبسها وقال لها ديري شكايه لاننا هادشي الشرف ديالنا، لان لبنى ضربات الشرف ديالنا حنا، خاصك تحطي شكايه بهاد السيده. وقالت دابا انها كتقلب على اغنى محاميه او محامي في المغرب باش دير هادشي، هو اللي قالت في اللايف ديالها. وطبيعه الحال زائد مداخلات وزائد الناس، وكل واحد كما تنقولوا كيضرب على عرامه في هاد القضيه هذه، والله يصلح الاحوال. وهاد العائله نتمناها تجمع هاد الشيء وهذا، حتى دار مخطاتها المشاكل، ولكن هما خدامين بها. غادي نستودعكم في الله، والى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله.